بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء، أنا في خدمتكم مع تحليل عملة الأواس في الوقت اليومي. في هذا الرسم البياني، وفقا للقاع الذي تم بناءه في هذا النطاق، كان من المتوقع أن يتشكل اتجاه صاعد في رسم البياني، ولكن وفقا للرد الفعل السعر في نطاق المقاومة هذا، فقد دخل في عملية التصحيح. نتوقع أن يغير السعر اتجاهه في نطاق الدعم هذا ويبدأ اتجاه تصاعدي على رسم البياني. يمكن أن يكون الهدف الأول للاتجاه التصاعدي هو خط الاتجاه المقاومة. إذا تمكن من تجاوز خط المقاومة هذا، فيمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي على شكل موجات متذبذبة وتصحيحية على رسم البياني. وإذا دخل السعر في التصحيح بعد التقاء خط الاتجاه المقاومة هذا، فمن الممكن تصحيحه إلى حد القاع السابق. ومرة أخرى لنشهد استمرار الاتجاه الصعودي في رسم البياني بهذه الطريقة. حسناً، نتوقع هنا اتجاهاً صعودياً أقوى من اتجاه الصعودي بالحالة التي توقعنا أن تتشكل بعد عبور المنطقة المقاومة دون تصحيح في رسم البياني. وإذا تجاوز السعر نطاق الدعم، فمن الممكن أن تستمر عملية التصحيح على رسم البياني. في هذه الحالة يمكننا مواصلة الاتجاه حتى مستوى 100% أو 127% في رسم البياني. يمكن أن يدخل السعر في اتجاه صاعد بعد عملية التصحيح في النطاق 100%، أو يمكن أن تستمر عملية التصحيح حتى مستوى 127%. ولكن هنا لدينا خط الاتجاه الدعم الذي من المتوقع أن يكون خط الاتجاه الـ AC. يمكن أن يدخل السعر في اتجاه صاعد بسبب ديناميكات الحركة الخاصة والنطاق الذي يمكن أن يكون له مع خط الاتجاه الدعم من خلال تلبية الاتجاه الدعم الخط، ويمكننا أن نرى تغيير الاتجاه في رسم البيان. وبتجاوز خط الدعم الجيد، فإننا بالتأكيد لدينا استمرارية في عملية التصحيح التي يمكن أن تحدث تغييرات في نموذج التصحيح، ولكن عملية الإصلاح من الممكن أن تستمر على الأقل في بعد الزمني. أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحليل مفيدا لكم، وإلى اللقاء إلى تحاليل التالي.